تعرف في عطري سحرا سيحرر أوتارك. لجعلت العالم أزهارا من حب تروي قيثارك. لو يمسح وجهي منديلا قد يحمل حتى آثارك. لحست عطوري إن لمست ما صافح يوما إظفارك. مساء الخير. اليوم رح نحكي مثل ما وعدتكم بالأول لتقييم بعض عطورات شركة لطافة، بعضها مثل ما قلت لكم الجيد وبعضها يعني رائحة سيئة بصراحة أو تجربة سيئة، خلينا نقول بعضها الجيد وبعضها لا ما كتير بيرضي يعني مقارنة باللي شميته منهم. هلأ من بعض العطورات يلي أنا جربتها الـ 24 White Gold، 24 White Gold علبة أنيقة جدا مرتبة، يعني خرج بصراحة هدايا، طلعوا هيك من جوا علبة جميلة. اعتقدت أنا أنه بيقلدوا فيها الـ 24 العطر الـ 24 علبة مرتبة كتير وأنيقة. بحاول بشوف هلا بالفيديو اذا ما كانت واضحة الصورة كتير تبع العطر عن قريب اللي بايدي، بحاول حط لكم صورته. بتيجي 100 ميلي القنينة. القنينة هاي الريحة الـ 24 وايت جولد او الذهب الابيض، يعني ريحتها بهارات دافية مع ليمون خشب وورد ابيض. الثبات بين وسط وجيد، واغلب العطور اللي عم تشبه بعض، يعني تقريبا اغلب شركات لطافة عم تشبه بعضها، بيختلفوا او بتغير شوي بالنوتة، يعني اغلبهم عم يدخل فيهم العود والبخور وبعض من الروائح الخشبية. تبنوت تبعها ليمون وزهر البرتقال، وبالوسط اللافندر وجوزة الطيب. ما عم شمل انا حتى هاد سبيس للريحة، بس الثبات تبعها متوسط تقريبا او جيد، خلينا نقول بين متوسط وجيد ل تقريبا 4 ساعات. اسعار شركة لطافة ما انا كتير غالية، بين 10 و 15 دولار. يلي بحب يجرب يعني بنصحه انه يجرب قبل ما يشتري اذا بحب. هيك انا بكون يعني مثل ما وعدتكم انه عم حاول انه نقيم المنيح واللي ما نو منيح من وجهة نظري الشخصية وتجربتي الشخصية. هذا ما بيمنع انه بجوز اخرين جربوا العطر وعجبهم، بس انا عم بحكي عن تجربتي انا، وابدا انا ما عم بتزمت بالرأي، يعني من تجربتي هذا العطر ما عجبني كتير. في عطر تاني من لطافة من هول اللي صح لي الوقت انه انا جربهم، اسمه شيخ الشيوخ. شيخ الشيوخ كمان اذا بدنا نيجي على هذا العطر، يعني اول ما نرشه في ريحة صابون، يمكن هاي بتيجي 50 ميلي او 70 ميلي لأنينة. كمان مثل ما قلت لكم اسعاره عم تتراوح بين 10 دولار و 15 دولار. ايه مثل ريحة الصابون، يعني فيها خشب الارز والعود واكليل الجبل والمرمية واللافندر والبتشولي ونجيل الهند. هاي بالنسبة لشيخ الشيوخ. أنينة حلوة لطيفة مثل ما قلت لكم، يعني عم تيجي أناني لطافة حلوة بصراحة. الريحة بين يعني وسط وجيدة. الثبات تبعها ضعيف، ما نو كتير قوي. الـ 24 ثباتها أكتر. الريحة مثل ما قلت لكم بعطيها أنا 5 من 10. وعطر بشكل كامل او بي 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 بالمجمل يعني بين ثبات وفواحان و 5 من 10.
هو العطرين من شركة لطافة اللي جربتهم وبصراحة ما عجبوني. يمكن كمان يتكرر معنا مثل ما قلت لكم، أغلب اللي عم شمه بشركة لطافة هي تكرير النوتات نفسها، بعدين بيلعبوا شوي بنوتة معينة، إذا ما بدي أظلمهم يعني بيغيروا فيها شوي صغيرة وبيطلع عطر جديد وأمبلاج جديد وشكل جديد. ما بيخفي كمان مثل ما قلت لكم ببعض التقييمات اللي سويتها عن شركة لطافة، في بعض العطورات يعني حازت على إعجابي بصراحة، كتير كتير حبيتها، مثل رمز لطافة من العطورات الرائعة جدا جدا واللي حبيتها كتير. بتمنى لكم كل الخير، ويا رب يكون هالفيديو يعني مفيد لكم. كونوا بخير وأيامكم كل عطر، وبأمان الله. لو أني أعرف في عطري سحرا سيحرر أوتارك، لجعلت العالم أزهارا من حب تروي قيثارك. لو يمسح وجهي منديلا قد يحمل حتى آثارك، لحسدت عطوري إن لمست ما صافح يوماً.